ما بحبش. جربت؟ ما جربتش بس ما بحبش. ما ينفعش تقول ما بحبش على حاجة ما جربتهاش. جرب الأول وبعد كده قول ما حبتش. هي كانت قالت لي ادور على ايه؟ يا ست الدرية، ست الدرية. ايه؟ ده اكيد؟ والله زي ما قلت كده. طيب خش. فين يا درية؟ في حاجة؟ لا مفيش حاجة، مفيش حاجة خالص، هي بس عايزة تبتدي بهنا. لا عشان بتتشائم لما تبتدي بأوض النوم قبل الصالة. طب استني، طيب هجيب النسخة بتاعتي بس بسرعة. يا نور يا نور. ايوه يا حبيبي. يا نور حولني على برجل يا ابني. يا احمد عاوزك تلاقي لي عباس تجيبه لي في ايدك. تصرف، مش عاوز حد يشوفه ولا هو داخل ولا هو خارج، مفهوم؟ بتدوخوا عقبال ما بتلاقوا شقة، ما يصحش يعني يبقى بيتي موجود وتعرضوا نفسكم للتهلكة وأنا ممكن أضلل عليكم. أنا يمكن بيبان عليا إن أنا شريرة. إيه اللي فكرك بالسما نساه ولا دلوقتي؟ مش قادرة أشيل السر في قلبي لوحدي يا أمي، خصوصا إن أنا بتعاير إني ما شلتش هم. أنا بقول المسرح منور ليه؟ المسرح منور بلومده على إذنك. طب ده أنت اللي أمك دست علينا كلنا بالجزم عشان أنت اللي تتعلمي وتنضفي. تبنا إلى الله ورجعنا إلى. عارفة إن كلنا بناتك ومفيش حد ما بيحبش أمه، بس لو في حد بيحبك بجد في البيت ده وخايف على مصلحتك فهو أنا. إيه اللي جاب ده على مكتبي؟ إيه ده أصلا؟ إيه اللي رمك علينا بعد السنين دي كلها يا عبد؟